خلينا ننتقل للبلاغ الآخر. معنا عبد العزيز ممدوح عبد العزيز عبد الناجي، نشوف هذا البلاغ. عبد العزيز ممدوح عبد العزيز من محافظة القاهرة، معتقل من يوم 13/1/2016، متواجد بسجن الأبعادية بلمنهور، طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. تم استئصال جزء من الرئة وتليف في الجزء الآخر من الرئة، وبيعاني من الضغط. معنا أيضا اتصال تليفوني من والدة المعتقل عبد العزيز. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. يبدو انه عبد العزيز طالب بكليه الدراسات الاسلاميه جامعه الازهر، وكمان معتقل من حوالي من يناير 2016. ايه ظروف احتجازه الان؟ عبد العزيز اساسا استفد وهو طفل، كان لسه في ثانويه عامه. نعم. عبد العزيز مولود بمشكله في الرئه، ومستقصي الجزء من الرئه وهو عنده 5 سنين، والتعب اللي الرئه بقى يزيد عنه يوم ورا يوم لحد ما وصل ان السلايف توصل الرئه كلها. يعني اتخذ وقت. انا عايز اسال يعني سؤال، يعني ده ممكن يكون عمل ايه اللي شايل رؤى اللي اساسا ما بيعرفش يمارس اي لعبه في حياته غير انه يقعد في البيت يمسك موبايل او يمسك تليفون؟ ده اكتر حاجه ممكن يعملها، ما يقدرش يعمل مجهود زي بقيه الاطفال طول عمره كده. ودلوقتي وقاله ثاني سنه، ده دخل خلص ثانويه عامه جوه وخلص اولى دراسات اسلاميه وثانيه دراسات اسلاميه، السنه لسه مخلص الحمد لله نجح. وده كله في ظروف صحيه صعبه جدا، الولد صدره على طول ما بيخفش تقريبا، على طول ماشي ببخاخات وماشي ماشي على طول بكورتيزون، الكورتيزون بيتضاعف وبيجيله ورم في جسمه الكورتيزون، وجاله الضغط من كتر ادويه المضاد بالكورتيزون، وهو جوه جاله الضغط غير الادويه اللي كان داخل بيها. نعم. طيب يعني في رساله يعني عارف. مع كل الظروف اللي بيمر بيها عبد العزيز، هل هناك رساله يا ام عبد العزيز تنقليها للناس من خلال شاشتنا النهارده؟ الرساله ان انا حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ظلموه، وحسبنا الله ونعم الوكيل لان ابني ما عملش حاجه، وكل اللي ما عمله هو ضابط امن، لو شهاده ضابط امن دوله هي دي كل قضيته. شاب واخد 10 سنين قضيه عسكري، طفل ياخد قضيه عسكري 10 سنين ونفس القضيه بيتحكم عليها ثاني مدني. يعني انا يعني مش طالبه حاجه، يعني انا مش طالبه حاجه غير من ربنا، لان ما فيش يعني اللي هم بيعملوه ده فوق قوه احتمال البصر. بنطالب بحقنا يا ام عبد العزيز. بشكرك. نعم. وده الاصل في حديث كلامك، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم حضرتك ويكرم عبد العزيز بالفرج القريب باذن الله. بشكرك يا ام عبد العزيز.